متواصلين مع حضراتكم من هنا من أبو ظبي في بطولة السوبر وفي بطولة سوبر بمشاركة فرق سوبر، والتغطية ما زالت متواصلة بتقديم ليالي السوبر في بث مباشر على قناة أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وعبر أثير إذاعة أون سبورت أف أم اللي بتشرف بتقديمها مع الزملاء الأعزاء سيف زاهر ويعقوب السعدي. من هنا نحن معكم يوميا على مدار رحلة السوبر من كورنيش العاصمة أبو ظبي، أجواء تليق بالحدث الكبير الذي وصل فيه الأهلي والزمالك للنهائي، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيخوضان مباراة تحديد المركز الثالث هنا على أرض زايد. أحدث المستجدات على لقاء النهائي، لقاء نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، هو البيان الذي تم إعلانه منذ قليل من قبل إدارة نادي الزمالك عن طريق المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم، وجاء البيان كالتالي: اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ودكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة، حيث يتواجد رئيس الزمالك رئيس مجلس الإدارة ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم. طبعا وبالتأكيد ما كان يتمنى أحد أن يحدث مثل ما حدث، ولكن خلال الساعات المقبلة القليلة بمشيئة الله يتم إجراء محاولات لحل هذا الأمر بما يرضي جميع الأطراف وبما هو متبع من احترام وتقدير في دولة الأمارات العربية الشقيقة أو جمهورية مصر العربية. نواصل فقرات برنامج ليالي السوبر مع حضراتكم، خليكم معنا.